الشباب عالدا شك سمان تطلع للأمان الدسو فيها كاش في نومان فضع شبابي كل خطرة موضوع تعطي المجهر صبر للآراء شوفوا الشاب كيفاش يفكر ربي سام الشي همك سمع الواقع وش يقول مشاكل تهم لي جل وقتي راح حتى الحلول اطرح هالشي غالتك هنايا كيما مباري نظرة في قلب المجتمع دخلوا وش راهو صاري نقاش مفتوح قولي وين تروح سينو هذا الشباب مهو كل واحد يعرف سون طالون فرصة صاي جات ما تراطيش لوكازيون موهبة في كاش دومين فيها عندك لا باسيون كونتاكتينو 100% يحلى الكلام 100% شباب بس بدا افاق سبعة واثناش دقيقة على مواج بليدا فام لحقنا إلى آخر جزء من برنامجكم 100% شباب لنهار اليوم وصلنا دائما مع شباب موهوب اليوم حاضرين معنا نهار اليوم ديجان يحبوا الفريستايل يلعبوا بالكرة ويروغوا بالكرة على أنغام موسيقية لسان غروب واسمه بليدا ستريت ستايل بليدا ستريت ستايل هكذا مانيش غلط راه معنا خليل الهادي معروف اسم دادي ولا دادي واحدة أخرى معنا نهار اليوم مرحبا بك الهادي دادي الله يسلمك صافا الهادي راك مليح والله الحمد لله الحمد لله يا ربي روح حاضر معنا حضري هشام ولا هيتشمان هكا هيتشمان فوالا دونك هشام مان مرحبا بكم لجان الله يسلمك لاباس الحمد لله صافا دونك لو غروب اسمو بليدا ستريت ستايل ماذا بينا نتعرفوا ولا نعرفوا مستمعينا على جنة مسموع فينا على الفريستايل واش هو بالك خصوصا بالك دوكا يشوفوا في الماتش وكذا نقول لهم منين ذاك تشوفوا بين الشوط والشوط يدخلوا دي جون يلعبوا ويجونغليو فوالا بالكره ويديروا ان سبيكتاك مع انغام موسيقيه زيدوا عرفونا اكثر عليه تفضلوا بون هو الفريستايل سي ديسيبلين كيما لي زوتر ديسيبلين تري برك احنا نعرفوا لو فوت لي في الستاد يتلعب نورمال صح حنايا سير ان بيست سير ان بيست ولا شغل دوبل روتين في لي جيست كيف كيف صح نخدموا جور ماشي تاع نجرو ولا بور بيان بريسيزي شغل نشدو بلاصه وحده ورانا جونغليو سي لو جونغلاج بارك نقدر نقولوا يعني اون كيكو سور باللغه العربيه تراقصوا هذاك الكره هذيك ترقصوا معاها اون كيكو سور اون كوريغرافي بالكره سي لا دونس افيك فوالا مع لا بال مع الكره الكره اللي تكون ما قبلتوا ما كنتوا تلعبوا ديجا الفوت كنتوا كيفاش باش اكتسبتوا هذه المهارات في الجونغلاج باسكو باش جونغلي ماهيش حاجه سهله انك تشد البالون تجونغلي بكتافك براسك بيديك برجليك دير دي موفمون شويه نقولوا خارجين على العاده هي انا حاجه قلتها على ديرني عرفوا كي جست معاكم وانا هنا عاود نقول هذوك صح شفين قوم دي ديكاس لولا دي حومتي اللي كانوا يقولوا لي انت خاطيك بالون صح نحبكم بزاف هذه هي شغل كانوا دائما يحطوك دائما شغل كنت ندير غاردي انا صح كانوا دائما يديروني غاردي هذه العقلية اللي ما عرفش يلعب يدير غاردي شي ماش لعب كثير بلي بزاف تشد البالون بزاف على بها فوالا هونيك اسمعك بدات هاكا اللي بدات صح دونك تعتبر تحكم البالون اكثر ماك جونغلي وكذا غير جونغلاج صح شحال تقدر تشد بالبالون جونغلاج ما نحبش ما يطيحش ما نحبش صارح بك صح صارح بك هشام احكي لنا انت كيفاش بدات خصتك مع الجونغلاج فري ستايل بدا شغل كنت نشوف بزاف لي فيديو تاع رونالدينيو صح كون فوتبول رونالدينيو بيان سور مالك ذلك خطره طحت في يوتيوب طحت في فيديو تاع توزاني ذلك ستان فري ستايلر شغل من لي برومي تاع في الفري ستايل من وين اصله من وين بلادو جنسيته ويسكن يسكن شغل عايش في لاهور هو تاع ماروك صح و تما كبدا الفري ستايل بس ما زدت عرفت بوكو بليس على هذه لا ديسيبلين تشيرتي تاع لي شغل اما كبدا الفريستايل وانت ما قبل كنت عارف تلعب الفوت كنت تلعب آه في الحومه هكذا ودرك مازالك تلعب مازالك صغير يعني راك تلعب تلعب انا نلعب وتشد البالون بزاف ثاني كيما دادي لا ماشي كيف ليش احكي لنا بالك واش لازم لها بالك لا ديسيبلين هذه بالك باش تكون ان بون فريستايلر اذا حق صح التعبير واش لازم باش تكون شغل لازم تكون تعرف جونغلي سي سيغ بصح لازم حاجات واحد اخرين نو لازم بزاف حوايج واحد اخرين صح ليهم جور لا بريمير دي شوز لازم تكون شغل جور باسيون
صح عندك لا باسيون الشغف تحبو بيان سور كي تحط عفسه في راسك وهي ما كاش اللي نقولوا ما اللي زاد معلم تري بيان ما كاش اللي زاد معلم جور دوك ما باليش يونا بوكو جون في لاباج تاعنا اللي قلنا الخاوان جي نونطريني معاكم كاين اللي قلنا اني حاب جور نتعلم هادي انا اوموام اوموام هاكا موفيني يجو لي هاكا يشوفوني نونطريني ولا يقولوا لي انا شغل جور احنا نحبوا نديروا هاكا جور كي تسمعهم هاكاك المورال يطلع لك صح وتحب شغل تعرف بلي يودي كاين ناس بزاف اللي انتيريسي بهذا انتيراس لهذه لا ديسيبلين هذه هي جيستا حكيت لنا على لونطريمون وما فين ترينيو عندكم بلاصه وين ترينيو عندك حكيت لي من قبل قلت لي باللي لونطريمون تاعنا جور بالك سي لو بلو ديفيسيل لو بلو ديفيسيل لونطريمون كو جي جامي فيو صح علاش يعني بارابور ا كوا علاش بالنظر لواش لي سال ما كاينش لي سال شغل بون نهضر لك غير هنا في بليده صح جي با شيرشي ايور يعني ما لقيتوش دي سال اللي سهلوا لكم باش دوك اللي تلعبوا رحتوا ليهم ما رفضوا لكم احكيونا شويه دوك هو هذا الفري ستايل اللي با كونو هنا بزاف في الجيري صح جرت تروح تشوفي لا دومون تاع لا سال هذيك ومن بعد تروح ليه يقول لك واش ديروا نقولوا له فري ستايل بالون يشوف بالون ما يفهمش بلي انا حين جونغلي وبالون ما يبوجيش مرجلينا يفهم بلي حت صرا حرب شغل كيما ستاد سانك جويي ولا هكا هذه هي اللي بون لي صال ما عندنا شنو مرينيو تشوف بلي يعني ما يعرفوش هذا جما يشوف بالون ديريكت يحسبها بلي حيلعبوا له ماتش داخل صاله دوك ماشي واحد مريض يجي لك يقول لك عطيني اون صال باش بنش في ما يخليكش من بعد تفهمه يقول لك لا راي كومبلي انا ماذا بينا بالك ما سمعوش ان شاء الله الجهات المعنيه كاين شوف كاين يفتحوا لكم بالك قاعات بما انه كاين قاعات متعدده الرياضات بالك تقدروا ديروا فيهم لي زونطريمون تاعكم كاين انا واحد اللي شغل يعني يعاونك دعمك بالك ما باليش انا وشنو شفين غروند ديديكاس ندير له ما بايش وشنو سي هو مسيو بالحاجة ديريكتور تاع مصطفى شاكر تاع ستاد سي لو برومي جور حنا كنا اونيتي شغل جور نونترينيو وما شغل نونترينيو ما نحوسوش على حاجة واحدة أخرى جور اونترينمون ورانا نونترينيو تما صح حتى واحد النهار جاتني في راسي قلت له نعرف انا ديريكتور تاع صح شاكر نروحوا ليه رحنا ليك شغل باش انا كيف انسان متواضع قدو ما كاش استقبلنا احسن استقبال وهو اللي كان السبب باش طلعنا احنا لو بروميير شو تاعنا خدمناه نهار لعبو في حسين شعلاني هكا صح هذيك لاصال القاعه تاع انا حسين شعلان انا خدمنا تما كان ماتش تاع باسكت بول احنا دخلنا خدمنا لو شو تاعنا وجست نورمال هذه هي هو اللي فوالا بنقولوا باللي لي فري ستايلر باك مسمى فينا انديه ولا ناس اللي نظموا دورات في كره القدم ولا يعني في كامل ديسيبلين كره قدم كره سله كره اليد يقدروا في هذوك لي مومون بين الاشواط ولا لي فري ستايلر يديروا ان سبيكتاكل فوالا يكون ان سبيكتاكل بالكره والموسيقى كل حال نتمنى لكم كامل التوفيق خليل الهادي وحضري هشام ما قلتليش بصح ودوك مازلتو دائما في تشاكارك وديروا لي زونطريمون ولا راكم ايور في جهه اخرى دوك لو كان نقول لك ورانا بالك كل مره وين يعاودوا يغنوا علينا اللي راه رانا نونطريمون برا صح صح واش انا حاب نسقسيك لازم تكون كاينه اون سال باش تقدر دير لي زونطريمون تاعك يعني ضروري لا سال ولا يعني في الهواء الطلقه كان ما تقدرش ماشي لازم شغل حنا رانا في المومون تاع الشتاء صح صح دونك نظرا للظروف الجويه دو بريفيرونس تكون في صاله في قاعه لكل حال نظم صوتي لصوتكم نقول ان شاء الله يكونوا يسمعوا فينا بعض المسؤولين في هذا الخصوص في الشبيبه والرياضه عندهم بالك قاعات على مستوى دور الشباب علاش لا ولا قاعات متعدده الرياضات هنا في الهياكل الرياضيه تبع مديريه الشبيبه والرياضه علاش اش تفتح لكم بيبان ويعاونوكم ان شاء الله ونشوفوكم ان شاء الله في لقاءات كبرى ان شاء الله انتم صديروا لنا الشو هذه هو حبيت نقول لك برك عفسه تفضل احنا كاين بزاف عباد جور كي نكونو نونطرينيو يجي ليك يقول لك يطيح لك المورال كيما نقول بون باش يطيح لي المورال بارا انا يضل المورال مشارجي صح تما تشوف باش يجي
باش يجي يطيح لي المورال، ما يجيش يطيح لي المورال. صح. قال كلمه شابه مقبل اللي هي صاحبنا ضادي دو لي قال لك شغل جور هذوك لي كريتيك لي هضروهم ما ينتقد يدير انتقادات هدامه يعني جي يقول لك بلي دي فوالا هادو اللي يديروا لي جونغلي وهكا ما كان والو في الصطاد. صح جور هكا يهضروا لك هضرات نتوما ما كان والو يلعب لك الكره. انا هو كيقول لي هكا جور نولي صح نشوف روحي ما كان والو نبدا ندير فلو فلو دير ماكسيموم باش تبين خير نولي نجوز السانكيام ديريكت باش حنا هذا هو الشيء اللي ماذا بينا يكون فيكم جوستومون. حتى حاجه لازم تفضوا كامل كما قلت تتحداوا كل شيء وترفضوا كامل الناس يجي يقول لك واش راك دير باك حاجه ماشي مليحه، خصوصا انه هذا الشيء رياضه قبل كلش. فوالا دونك الجون يدير حاجه كما هكا دونك راح يبقى دائما شاد اللياقه نتاعو وبيان سور راح يبعد على بزاف حاجات واحد اخرين سلبيه اللي يقدر يروح لها الجون مخدر بالك اشياء واحده اخرى اللي بالك سلبيه اللي تقدر افات تقدر تمس الشباب. اكون نتمنى لكم كامل التوفيق انا مره واحده اخرى ان شاء الله. تفضل دادي دير ديديكاس بارك. تفضل حنون تفضل ديديكاس مولاك شغل نمدها لابي وامي هذاك هو الصح الصح كامل في الوالدين. خويا الياس بلا مزياده دادي اهلا بك في اي وقت. خويا رشيد هكا رشيد في العريضه التقنيه الله يحفظك خويا. ما تنساش هشام دوك هشام كيف هشام فوالا نصي الدوزيام دوك لو كان راح هشام ان شاء الله ان شاء الله لو جروب نتاعكم ان شاء الله نشوفوه ان شاء الله يتالق في مختلف النشاطات الرياضيه وان شاء الله دائما نشوفوا بليدا ستريت ستايل حاضر بقوه وبقوه. وكاع لي فوتوغراف وكاين واحد فيهم واسمه زاكي صح طرادات صورك هذا يوم قال يقول لهم انا اللي خرجت لك بوغ ان ديديكاس زكي طرابيات وكاع لي فوتوغراف حنا رانا ندعموكم على كل حال 100% شباب دائما رانا معكم. تفضل هشام بيان سور برك ندير ديديكاس البيبو ميم ستايل استن فري ستايل كاينين ديجا هنا في بليده كيما نتوما نو نو يا نيفو هنا في الجيري اللي بالك ان نيفو مونديال مي وشنو غمنهم كاين دي جون واحد اخرين جور ما نذكروش الاسامي بالك كاين اللي طاحت له الفرصه وكاين اللي ما طاحتلوش الفرصه كاين اللي جاتو لا شونس كاين ما جاتوش لا شونس ميم اللي طاحت له لا شونس جور داروا شامبيون غير كيما ميم اللي طاحت له لا شونس غموهم صح ما بينوهمش ماذا بينا تعطيو الفرصه للشباب نتاعنا راكم سمعتوهم عندهم هذا الشيء حق لهم انهم يحبوا شيء كيما هذايا وما بداموا شيء يعني ايجابي نخليهم ان شاء الله باش نشوفوهم يوصلوا الى ابعد الحدود ان شاء الله. هكذا لي جون بالتوفيق ان شاء الله مره واحده اخرى بليدا ستريت ستايل. تفضل هشام واش نكمل ديديكاس تفضل اسمح لي تفضل قلنا ديديكاس البيبو ميم ستايل جي ستريت انوار اي اغا و ان اف جي كرو ثانيك وصاحبي ايوبي يعني نصباوي يقول لي دي كاسا وقال انا عارفه ان شاء الله يكونوا كاملين سمعوا فيكم كما انتم تعرفوا بليدا سري ستايل خليل الهادي دادي وحضر هشام هيتشمان فوالا يعطيكم الصحه على جون يعطيكم الصحه انتم مستمعينا كنتم معنا في 100% شباب للنهار اليوم ان شاء الله كنا خفاف وظراف عليكم سنونا الثلاثه الجايه ان شاء الله دائما مع ضيوف جدد مواضيع جديده تهمكم انتم الشباب وبيان سيغ دي جون تالون شباب موهوبين اجدد بيان سيغ انتم تقدروا دائما تواصلوا معنا عن طريق لاباج فيسبوك نتاعنا 100% شباب اسباس بليدي اف ام تتصلوا بنا عبر ارقام الاذاعه ولا تجيو لينا حتى الاذاعه كيما ليجان هكذا. مرحبا بكم هنا في استوديو 100% شباب هكا باش ندعموكم ونشجعوكم بلا مزياده دي. شكرا لك الى اللقاء مستمعينا نتمنى التوفيق مره واحده وخليك بناسونا شحال ان شاء الله راكم معولين شحالكم حابين راكم مليار هرب زيرو ان شاء الله نتمنى لكم كامل التوفيق ان شاء الله النخبه الوطنيه نتلاقاو في الخير ان شاء الله بقاو دائما مع برامج بليدي اف ام